الذي نقدمه الآن هو يندرج في إطار مبادرات أقوم بها تتعلق بإثارة انتباه لموضوع الإعلام والصحافة. الكتاب بصفة عامة وعبارة عن سفر في ذاكرتنا الصحفية، وكذلك هو بمثابة دليل من أجل تعريف الصحفيين والإعلاميين بأن المغرب لم يبدأ اليوم، وإنما بدأ منذ مراحل سابقة في ميدان إعلام والاتصال. هو بالفعل ليس عبارة عن دراسة علمية تعتمد المنهج العلمي الصرف، ولكن هو عبارة عن وجهة نظر في عدد من القضايا التي راجت خاصة ما بين سنة 2018 و2020. الخلاصة الأساسية هو إثارة انتباه إلى الأدوار الطلائعية التي يقوم بها الإعلام، باعتبار أن الإعلام لم يعد تلك السلطة الرابعة وإنما أصبح الآن سلطة أولى. ولكن مع الأسف بالنسبة لبلدنا لم يهتم بما فيه الكفاية بهذا الموضوع. أرجو أن يكون هذا الكتاب محاولة أو مساهمة في جعل المسؤولين ينتبهون إلى موضوع الإعلام والصحافة. رواق مجلس الجالية المغربية الخارجي استضاف هذا النقاش حول الكتاب ديال الأخ جمال محافظ، وتشرفت بكتابة تقديم لهذا الكتاب لسببين. السبب الأول هو أنه جمال ابن واحد المدرسة جمعوية كبيرة في التاريخ المغربي، وهي حركة الطفولة الشعبية اللي كان من الرؤساء ديالها المرحوم الحيحي، اللي كان كذلك عندي الشرف باش نتعرف عليه لما كنت عايش في باريس، وكان نعمل واحد الزيارة لباريس. إذن هذه المدرسة كونت انطلاق من خمسينيات القرن الماضي، وخلال الستينيات مئات ومئات المسؤولين الجمعويين اللي شاركوا في في الحركة الجمعوية الأولى. دابا نتهضروا على المجتمع المدني، تيتبنى بحال اللي هو جديد، بينما راه عنده واحد التاريخ عريق جدا في المغرب. والسبب الثاني هو أن جمال صحفي، وأنا كذلك في حياة أخرى كنت صحفي سابق، وجمال دائما في الكتابات ديالو في هذه المقالات اللي جمع في هذا الكتاب تبين على واحد الروح ديال الصحفي الملتزم، اللي في نفس الوقت مهني ولكن ملتزم بالموضوعية، بالدفع للنقاش الديمقراطي التعددي. وهذه تنظن إحدى الميزات الأساسية اللي خصنا نحافظوا عليها ونقويوها. حضورنا اليوم هو من أجل تقديم كتاب الزميل جمال محافظ، واللي هو كما تعلمون كان عضوا نشيطا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وكان في عضوين في مكتبية التنفيذي، ويدخل هذا في سياق مبادرة أخذتها النقابة هذه السنة من أجل أن يكون لها رواق داخل معرض الكتاب بالرباط، من أجل أن نقدم منتوجات صحفية وهي كثيرة وغزيرة، سواء تعلق الأمر بالمنتوجات المرتبطة بالإعلام أو المنتوجات المرتبطة بالإبداع. وهذا يشرفنا لأنه بيننا صحفيين بطبيعة الحال يملكون من الملكة الإبداعية ما يسمح لهم بأن يكونوا حاضرين في معرض الكتاب. كتاب اليوم لجمال محافظ هو عبارة عن نصوص جميلة جدا تحاول أن تزاوج بين ما هو مهني وبين ما هو قريب من المهني، على اعتبار أن هذه النصوص تطرح جميع الإشكالات المرتبطة بالممارسة المهنية، تطرح الإشكالات المرتبطة بالقضايا التي تؤرق المهنة، وكذلك تحاول أن تناور في القضايا الكبرى التي تهم الصحافة. فالصياغة التي تمت بها هذه النصوص جذابة، تسمح لك بأن تبحر مع جمال محافظ في كثير من القضايا المهنية وفي كثير من القضايا المرتبطة بمجال المعرفة وكذلك مجال المهنة الإعلام.